اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في توقعات احوال طقس بربوع المملكه لنهار اليوم الاحد. غادي تشكل سحب منخفضه محليه بالقرب من السواحل خلال الصباح مع احتمال تكون ضباب محلي مع تكون خلايا رعديه. غادي تعطي قطرات مطريه. رياح غادي تكون فوق مرتفعات الاطلس المتوسط، فيما ستكون سماء قليله سحب ومشمسه بباقي ارجاء المملكه. درجة الحرارة خلال النهار غادي تتراوح ما بين 8 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 12 و 17 درجة بالمنطقة الشرقية وبالواجهة المتوسطية والسهول الوسطى، وما بين 18 و 24 درجة بالجنوب والسفوح الجنوبية. أما درجة الحرارة خلال الليل غادي تتراوح ما بين 21 و 25 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 25 و 30 درجة بالمنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل الشمالية. بهذا كنختم معكم نشرة جوية، كنشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله. شوف تي في جابت لكم الجديد لابليكاسيون موبيل، واللي جات بين يديكم مجموعة من الامتيازات، أجيو نكتشفوها. التطبيق ديالنا شامل، كيضم التلفزة الإلكترونية، الجريدة الإلكترونية، شوف سبور، المرأة تي في، وأسبوعية المشعل. آخر المستجدات كتوصلوا بها مباشرة من كتأنستاليو التطبيق ديالنا، والأكيد أنكم كطرحوا السؤال ديال كيفاش نحصلوا على هذا التطبيق. زوار ديالنا اللي عندهم الاندرويد يكفي انكم تدخلوا البلاي ستور وفي لا بار دو ريشيرش تابيو شوف تي في، وهي لابليكاسيون عندكم. جديد الاخبار وسكوبات بالصوت والصوره، برامج حوارات وريبورتاجات كلها متوفره في لابليكاسيون شوف تي في. وبلا ما نساو التطبيق ديال شوف سبور اللي غادي يطلعكم على اخبار حصريه ومثيره في عالم الرياضه بالصوت والصوره. شوف تي في، اخر الاخبار بين يديك بسامبل كليك.